أكدت الحكومة أنه تم زراعة أكثر من 1,000,000 متر مربع مسطحات خضراء في مدينة دمياط الجديدة، بالإضافة إلى الحديقة المركزية بوسط المدينة على مساحة 55 فدان، وحديقة عامة في منطقة الساحل بمساحة 7.5 فدان، وأخرى بمركز الحي الرابع بمساحة 3 أفدنة. أشارت الحكومة إلى أن عدد الوحدات المنفذة بالمدينة حتى الآن تجاوزت 100,000 وحدة سكنية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص. أظهرت بيانات حكومية أن معدل التضخم السنوي في السعودية ظل عند 1.6% للشهر الثالث على التوالي في مايو. وفقاً للهيئة العامة للإحصاء، فقد ارتفعت الأسعار في قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.7% مقارنة بالعام الماضي. في المقابل انخفضت أسعار الملابس والأحذية 4% مقارنة بالعام الماضي، متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة ب6.9%. أكدت وكالة الاستخبارات الأمريكية أن هجمات قوات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر أدت إلى تراجع حركة الشحن 90% بحسب تقديرات الوكالة، فقد أثرت الهجمات على 65 دولة على الأقل، وأجبرت 29 شركة كبرى على الأقل في مجال الطاقة والشحن على تغيير مساراتهم. أدى تغيير المسار حول إفريقيا إلى إضافة حوالي 11,000 ميل بحري لكل رحلة، وزيادة التكلفة بحوالي 1,000,000 دولار لكل رحلة على حدة. تجاوزت صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا في مايو الصادرات الأمريكية لأول مرة منذ ما يقرب من عامين بحسب ما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز. أشارت الصحيفة إلى أن حجم الغاز الروسي المصري أو المصدر إلى أوروبا بلغ 15% من واردات القارة، بينما استحوذ الغاز الأمريكي على 14% من إجمالي واردات الغاز الأوروبية في الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس عام 2022. يجتمع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانزي مع رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ غدا خلال أول زيارة من نوعها لرئيس وزراء صيني منذ 7 سنوات. تمثل هذه الزيارة استقرار في العلاقات بين الحليف الأمني للولايات المتحدة والثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد فترة شهدت فتورا في العلاقات إثر منع بكين لصادرات أسترالية بقيمة 20 مليار دولار.